السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سوف نتعلم طريقة استخدام برنامج دارك كومت مع كيفية تثبيته وكيفية إنشاء سيرفر، وكل هذا إن شاء الله سوف نتعلم في هذه الحلقة، وكذلك كيفية رفع السيرفر في الإنترنت أو في لين لإرساله إلى الضحية. هذا البرنامج يعمل عن طريق ملف تروجان نرسله إلى الضحية، وعند فتح أو محاولة فتح هذا الملف يتم الدخول إلى حاسوبه عن طريق انترفاس في البرنامج. سوف نرى كل هذا إن شاء الله، والآن سوف نبدأ الشرح على بركة الله. أولا نقوم بالذهاب إلى ديماري، ثم نختار بانو دي كونفيغوراسيون، ثم بارفو ويندوز، نقوم بإيقاف جدار الحماية، نموديفي البارامتر، ثم نقوم بعمل ديزاكتيفي بارفو ويندوز هكذا، ثم نذهب إلى بارامتر أفونس، ثم اختيار بروبريتي دو بارفو ويندوز، ونقوم بعمل انكتيف هكذا، ثم اوكي. ثم نذهب إلى ريجل ترافيك، ثم نختار هنا كما ترون أنا قد قمت بإنشاء سيرفر، لكن سوف أزيله وأفسح بور مرة أخرى هكذا. نقوم بالذهاب إلى هكذا، ثم نختار نوفيل ريجل، ثم نقوم باختيار بور هذه نضعها كما هي هكذا تي سي بي، ثم نقوم بكتابة البور الخاص بالبرنامج هو 1604، ثم نختار سويفون 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 هكذا. هنا نقوم بكتابة اسم البرنامج، سوف نقوم بفتح الضغط هكذا الملف، ثم نقوم بفتح الملف، ونأخذ أو ننسخ اسم البرنامج هكذا، ثم نذهب إلى البانو، ثم نقوم بكتابة أو بلصق اسم البرنامج هكذا، ثم ترميني، ونقوم بعمل هذه العملية مرة أخرى، لكن في هذه المرة لن نختار تي سي بي بل سوف نختار يو دي بي هكذا هكذا، ثم نقوم بكتابة البور هنا 1604، ثم سويفون سويفون سويفون، وهنا أيضا نقوم بنسخ أو لصق برنامج اسم البرنامج، ثم تغميني. هكذا نكون قد أضفنا البور إلى الحاسوب، أو نقوم بغلق كل هذه النوافذ عفوا، ثم نذهب إلى موقع النو اي بي، ونقوم بتسجيل الدخول الى هذا الموقع. ان لم تكن قد قمت بالتسجيل فعليك الضغط على سين اب هكذا، سوف اريكم طريقة. هكذا، وتقوم بملء هذه الفراغات، وبعد ذلك تقوم بالضغط على Free Sign Up هكذا بالنسبة لي فأنا سبق هذه طبعا، وتقوم بعد ذلك بتحميل برنامج No IP للويندوز. هذه هي، تقوم بالضغط على Download، ثم Download Now، وبعد ذلك سوف نقوم بتثبيت البرنامج قبل ما سوف نرى إن شاء الله. أما الآن فعلي فتح أو تسجيل الدخول إلى الموقع هكذا، هذا تسجيل الدخول. علينا أن سوف نقوم بإنشاء هوست هكذا بالضغط على Add Host هكذا، ثم نقوم هنا بكتابة الهوست الذي نريده، مثلا اي اسم تريده،
بعد ذلك تقوم بالضغط على Add Host. أما أنا فسبق الآن أنشأت هوست قبل هذا، والهوست الذي لدي هو هذا كافيتيشن. بعد ذلك نقوم بتثبيت برنامج نو اي بي الذي نكون قد سبق لنا وحملناه. طريقة التثبيت عادية جدا هكذا، ونقوم بتسجيل الدخول ب الايميل و الباسورد الذي نكون قد سجلنا به او انشأناه في موقع نو اي بي هكذا. هكذا بعد تسجيل الدخول قليلا حتى يتم تسجيل الدخول. هكذا بعد تسجيل الدخول إلى برنامج نو اي بي نقوم بالضغط على edit host هكذا، ونختار الهوست الذي نكون أنشأناه من قبل، ثم نضغط سيف. هكذا نكون قد انتهينا من برنامج النو اي بي. بعد ذلك نقوم بالذهاب الى الملف الدارك كوم، نقوم بفتح البرنامج الآن، نقوم ب إنشاء سيرفر على برنامج دارك كونت. نذهب إلى هذه الأيقونة ثم نختار سيرفر موديل ثم فول إديتور هكذا. هنا نقوم باختيار اسم الضحية مثلا فيكتيم مثلا هنا نقوم بكتابة الهوست الذي أنشأناه في النو اي بي هكذا. هنا نضع بار ديفو، وإن كان مكتوب هنا رقم آخر نقوم بكتابة البور الذي نكون قد أنشأناه أو أضفناه في جدار الحماية هو 1604، ثم نضغط Add. بعد ذلك نذهب إلى موديل ستارتشيب، هنا نقوم باختيار System 32 ونفعل هذين الخيارين، ثم نذهب إلى هنا نقوم باختيار أو بتفعيل هذين الخيارين كذلك. هنا نختار أيقونة للبرنامج أو للسيرفر، نمسح التعبير هكذا. مثلا سوف أختار أنا هذه الأيقونة هنا، نختار الصيغة للسيرفر بالنسبة نعم هنا في فاير بلندر، نقوم باختيار برنامج الذي نود دمجه مع سيرفر. سوف اختار انا شخصيا هذا البرنامج، يمكنكم عدم اختيار اي برنامج، ثم تضغط على Add File هكذا. هذا هو البرنامج المرفق مع سيرفر، ثم نقوم بالضغط على Build. هنا نختار الملف الذي سوف نحفظ فيه السيرفر، نقوم بكتابة تسمية للسيرفر هكذا، ننتظر قليلا. حسنا، الآن لقد أنشأنا السيرفر، وهذا هو
السيرفر الخاص بنا، نقوم بفتحه سوف يعطينا البرنامج الذي قمنا بدمجه معه هكذا، ونقوم بتثبيته. كما ترون هنا لقد وصل التبليغ هكذا. سوف يقوم الضحية بتثبيت البرنامج ولن يعرف بأن البرنامج ملغم، وهذا يعنيكم أن تحذروا منه. هنا كما ترون هذا هو التبليغ. هنا نقوم بالضغط عليه مرتين. كما ترون هنا بعض الأدوات أو كل الأدوات التي يمكننا استخدامها، مثلا كمبيوتر باور، أي يمكننا إقفال الحاسوب أو تسجيل الخروج من الحاسوب أو عمل ريستار أو لوجو أوف والكثير من الأشياء. هنا مثلا يمكننا أو نعم هنا يمكننا أخذ صورة بالويب كام، وهنا يمكننا تسجيل الصوت هكذا، وهنا يمكننا التحكم في هكذا. كما ترون هنا يمكننا التحكم في أو رؤية ما يقوم به الضحية في حاسوبه الديسكتوب، عفوا فالكلمات بعض الأحيان تهرب مني. وهنا سوف نجد العديد العديد من الخيارات. هذه هي طريقة تثبيت واستخدام برنامج دارك كومت. الآن سوف أريكم طريقة لرفع السيرفر. نذهب إلى جوجل هكذا كده. نذهب إلى موقع البحث أو محرك البحث جوجل، ونقوم بكتابة موقع الخليج. هذا الموقع يمكنكم من رفع ملفات من غير اشتراك أو تسجيل. خليج هكذا بهذه الطريقة. هذا هو الموقع. الدخول إلى هذا الموقع نقوم بالضغط هنا شوية عن فيشي، ثم نختار السيرفر الذي نكون قد أنشأناه، ضغط أوفي، ثم رفع الملف. هكذا يتم رفع هذا الملف، وسوف يعطينا رابط للمشاركة أو لمشاركته مع أصدقائنا أو الضحايا إن صح التعبير. أنتظر قليلا حتى يتم إنشاء هذا الموقع أو رفع هذا الملف. أنتظر قليلا هكذا. كما ترون هنا لقد تم إنشاء هذا الرابط للمشاركة. نقوم بنصب هذا الرابط وإرساله إلى الضحية هكذا كما سوف نرى إن شاء الله. بعد الدخول إلى هذا الرابط سوف يجد هنا الملف ويقوم بتحميله. بعد تحميل هذا الملف سوف يقوم بتثبيت البرنامج الذي قمنا به أو السيرفر الذي قمنا بإنشائه. بعد ذلك سوف يظهر لك هنا الضحية كما أشرنا من قبل. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأن تستفيدوا منها. لا تنسوا عمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ودعمنا في صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/technology.jpf. كان معكم أخوكم الخبراتور، أتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.